تركيا تتطلع إلى استعادة ما تسميه أراضيها قبل اتفاقية لوزان سنة 1923 اللي هي ستنتهي بعد 3 أو 4 سنوات. لذلك أعتقد أن مصر قد تنبهت وكل الأشقاء العرب إلى هذا الخطر الداهم. الآن يجب أن يتطور الوضع لدينا في ليبيا في الشرعية الليبية، والتحرك فورا. يجب أن يرسل السيد رئيس مجلس النواب وفدا لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع البرلمان المصري لإيجازها. وأيضا أدعو السيد القائد العام إلى بدء مباحثات تشكيل غرفة عليا عسكرية لجيش موحد ليبي مصري للمرحلة القادمة. أنا كاد أجزم أن هناك معركة كبيرة قادمة ومفصلية، ويجب أن ننتقل من وضع الدفاع ووضع الانتظار إلى وضع التحرك، لأن الوقت تركيا تحتاج إلى وقت لبناء 4 أو 5 قواعد عسكرية في زوارة والوطية وفي مصراتة ومعتيقة، وعندما سيكون الوضع أكثر خطورة يجب أن نتحرك بسرعة، ويجب أن نأخذ زمام الأمور، ويجب أن نتحرك ولا أن ننتظر تركيا حتى تستكمل الوقت الذي تحتاجه. السيد فخامة الرئيس اليوم كان أكثر وضوحا، تكلم عن مرحلتين، عن مرحلة عاجلة وهي دخول مباشر للجيش المصري عن طريق تنسيق مع مجلس النواب والجيش الليبي القيادة العامة. هذا موضوع حتمي وفوري، لا الوقت لا يستحمل عملية تسليح وبناء وتدريب. وأيضا في الوقت نفسه عرض، وهذا عرض مشكور ويجب الاستفادة منها، عرض عملية التسليح الدائم والمباشر. إذا نحن نتكلم عن مرحلتين، عملية تدخل عسكري مباشر وسريع، وهذا يجب أن يكون لأن العمل وضع خطير جدا في سرت والجفرة. وأنا أتمنى وأدعو كما ذكرت لك رئيس مجلس النواب وأيضا القائد العام إلى تطوير الأمر بشكل سريع عن طريق المؤسسات الدولة، مجلس النواب مع مجلس النواب المصري، وقيادة العامة للجيش مع قيادة الجيش المصري، لتأسيس غرفة عليا مشتركة الآن فورا، وأيضا تجهيز الاتفاقية المشتركة مع البرلمان المصري لإيجازها في أقرب وقت وبشكل سريع، وأن نطور الأمر، لا أن ننتظر حتى تستقبل تركيا بناء قواعدها في غرب ليبيا، وعندها سيكون هناك ليبيا جزء منها فقدناه بشكل نهائي، وربما سيكون هناك تهديد على بقية ليبيا.